Bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ice cream au thalajat الموز الطبيعي. فبزاف منكم يحب يشري يعني الايس كريم في الصيف، ولكن دوكا ما كان صيف لا لا كريم. تسمى تقدروا تخدموا تاع الشوكولا تاع البنان تاع اي حاجه انواع، ولكن حبيت ندير لكم طبيعي احسن من اي حاجه. قبل ما نشوف الفيديو ما تنساوش تابونيو في لاشين ديالي. ليتس جو، خلينا نبداو. حاجه حنحتاجو جوج حبات ديال البنان، اللي ما عندهاش البنان يقدر يدير اي نوع من الفاكهه، ونقطعوهم نحطوهم في لابوات ندلعو عليهم وخلوهم لمده ليله كامله. تقدروا تقطعوهم في الليل وتحلوهم الصباح، ولكن انا حبيت ديرهم الصباح حتى الليل. فمن بعد حنجيبو البنان اللي كان في الكونجيلاتور، وحنجيبو قطره ديال الليم وزوج مغارف كبار تاع العسل. ممكن تعوضوهم بالسكر لك كان العسل احسن، وياغورت اي نوع، وخلاط الكهربائي. ليتس جو، حنجيبو الخلاط الكهربائي حنحطو فيه الموز المثلج، نخلطوه وحده، ومن بعد نحطو فيه كاع المكونات. تقدروا تبداو باي مكون تبغوه، ولكن اللي ديروه هو الاخير. خلطنا المكون الرئيسي، دوكا حنزيدو علبة تاع الياغورت. ممكن تحطو اي مكون، ولكن دوكا حبيت نحط الياغورت. هذه هي النتيجة تاع الايس كريم تاعنا، نتمنى انه يعجبكم. دوكا حنحطوه في لابواس وحنخلوه لمدة ليلة كاملة، او لا تقدروا تجبدوه في الليل. تقدروا تجبدوه في الليل لانه في الليل يكون احسن خير من ليلة كاملة حتى الغدوة. فهذه هي النتيجة تاعنا، نتمنى انه عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تابونيو في ماشان، وشوفوا كيفاش خرج الخليط بزاف شباب، والنتيجة تاعو بزاف 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 رائعة جدا بزاف شباب. نتمنوا انكم تجربوها. طبعا هذيك الوصفة تاع اللي فاتت نتمنى انكم ثاني جربتوها، وهذا الايس كريم نتمنى ثاني جربتوهم بعد حنزوقو. ممكن ديروا له نيسلي ولا اي ولا شوكولا دايبه، وتحطوا فيها دوك دي غاتو ولا اي حاجة. وهذه هي النتيجة، نتمنى انها عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تابوني في ماشان، ونتلاقاو في لا فيديو جايه.